شباب الشير لو سمحتوا، الشير 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 ضعيف جدا جدا، الناس تكتر الشير عشان نبدأ. لو الشير ضعيف ما حنبدأ، يعني لو الشير ده ضعيف، لأنه في النهاية احنا بنقول كلام عايزين الكلام ده يصل لكل الناس. لو الشير ضعيف ما حنبدأ. الشير ضعيف يا شباب. اي ما انت كوز لازم تقول علي مقزز. انا ما اساسا انا 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 ما يعني المرة اللي فاتت مش قلت لكم انا يعني ال طمام البطن للكيزان، يعني دي شغلتي، يعني انا فرغت نفسي في الحياه دي، خليت اي حياه بس هذا. فطيب لازم بالنسبه لك اكون مقزز، يعني انا ما حد بلع عليك من هنا، ولسه 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 انتوا ما شفتوا حاجه. اعملوا لنا شير عشان تشوف، انت ذاتكم يا كيزان اعملوا شير عشان تشوف، عشان المغصه. الواحد فيكم يعمل شير كده عشان شنو؟ يعني عشان يموت بمزاج، يعني يموت بالمغصه كده بمزاج. ها شير يا شباب. طيب السلام عليكم الشعب السوداني العظيم الصامد المناضل البطل على امتداد ارض المليون ميل مربع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عايز ابدا كلامي بنقطه خلوها تبقى راسخه في اذهان الناس. بيننا وبين تنظيم الحركه الاسلاميه اللي موضوع اللايف بتاعي ده هو موضوع موضوع الهاشتاج اللي انا طارحه الايامات دي وحواصل فيه وما حرتاح لو ما بقى الترند لكل الشعب السوداني لو انا حي، اللي هو اثبات انه تنظيم الجبهه الاسلاميه او الحركه الاسلاميه ده تنظيم ارهابي، عقليته وبنيه تركيبته ارهابيه، قايمين على القتل والتعذيب والدمار، قايمين على انه السلطه دي عشان تفضل عندهم ان شاء الله يقتلوا كل الناس. عشان نثبت الحاجه دي هنظل مستمرين كويس، واللايف ده الليله ده عنوانه كويس. التنظيم ده اي حاجه حصلت وحتحصل بيدركها انسان عنده قدرات بتاعت وعي هيفهم انه التنظيم ده واضح له انه التنظيم ده هو تنظيم ارهابي، كل المواصفات بتاعت الارهاب موجوده في هذا التنظيم. هبدأ كلامي قلت لكم بمعلومة ترسخ في عقل الناس، هي انه الناس ديل محمود محمد طه الشهيد محمود محمد طه زمان قال انا اتمنى انه الجماعة ديل يحكموا البلد دي عشان الناس تشوف سوء الناس ديل. بس الشهيد محمود محمد طه للأسف الشديد ما انتبه لانه هم الناس انه الشعب السوداني ده اللي المفروض يحكموا الناس ديل، عشان هو عايز انه الشعب السوداني يتعلم شعب متسامح زيادة عن اللزوم. الثلاثين سنة اللي حكموها الانقاذ اثبتت كلام الشهيد محمود محمد طه، اقسم بالله اقسم بالله العمايل اللي عملوها الكيزان في السودان كويس، في السودان لو اتعملت لاي شعب في العالم اي شعب ربعها لو اتعمل اقسم بالله الكيزان ديل كانوا يتعملوا شاورما في الشوارع. بعد المصايب اللي عملوها دي كلها لسه الكيزان دارين يكذبوا، لسه الاسلاميين في السودان دارين يكذبوا وينافقوا، لسه عايزين يتحركوا الايامات دي. وده المعلومه اللي انا عايز اقولها حبدا بها كلامي وترسخ في راس الناس، انه الايامات دي الكيزان عندهم تحركات سريه خطيره جدا، بيعملوا في اجتماعات خطيره جدا، والحراك اللي انتم شايفينه في الشارع ده والاصرار على الافطار دي كلها تغطيه اعلاميه. والكلام اللي قاله علي كرتي في
في التسجيل بتاعه اول امبارح بالنسبه لاي زول بيفهم سياسه واضح. احنا بالنسبه لي انا بقول الكلام ده وفق معلومه، ما بقول وفق تحليل سياسي، لكن بالتحليل السياسي الناس بتصل له. انا ما عايز اخوف الناس ولا عايز اقول ان الناس زي تركيبتهم كده، لكن انا عايز اقول الناس تعرف كلامي ده. انا ما عايز الناس عبره ترسخ في باله انه الجبهه الجديدة او الاسلاميين او الحركه الاسلاميه التحركات الخطيره اللي هم بيخططوا لها مع بالتنسيق مع عسكريين موجودين في السلطه وبرا في الخدمه وبرا الخدمه، وبالتنسيق مع ناس موجودين في الحكومه، وبالتنسيق كويس مع اطراف كثيره جدا عندهم اجتماعات سريه وعندهم شغل خطير جدا جدا بيخططوا له. انا ما عايز الناس تخاف من الحاجه دي بقدر ما اني عايز الناس تعرف الحاجه دي، تعرفها ليه؟ لانه التنظيم ده يا اخواننا التنظيم ده تركيبته عامله كده. انا الحاجه اللي عايز اقولها شنو؟ انا الحاجه اللي عايز اقولها انه ليه بقول للناس ما تخافوا؟ التنظيم ده هو اضعف من انه ممكن ينجح له اي حاجه. الناس دي ما حكموا السودان 30 سنه، في ال 30 سنه هل الناس قاعده ركنت قاعده بتتفرج وخلتهم؟ هل استمتعوا؟ كويس؟ هل خلوا لهم الحياه السياسه؟ احنا قعدنا نناضل ضد الانقاذ دي كويس عمرنا كله، والناس دي كلها ما الناس اللي دخلوا لهم قله قليله. قله قليله من الناس اللي بتفهم. الناس ديل ما عندهم حاجة خطرة ومستحيل يحكموا السودان تاني، ومهما خططوا وعملوا ما حيقدروا يحققوا أي شيء لأسباب كثيرة جدا جدا. أحمد هارون أول امبارح قال الروب ولا الليلة هو قال الروب، قال يا أخوان أنا ودوني المحكمة الجنائية الدولية. أحمد هارون ده لما نقول إنه الجبهة التنظيم بتاع الحركة الإسلامية كادره أضعف كادر وأجبن كادر، يا أخواننا لو سمحتوا ساعدونا بالشير، ساعدونا بالشير خلونا نصل كل الناس. أحمد هارون اللي هو واحد من صخور الإنقاذ اللي كان بيقول المحكمة الجنائية تحت جزمتي، أحمد هارون اللي كان بيتخلع في الناس وكان بيقول أمسح أكسح جيبه حي، أحمد هارون المجرم المتهم بجرائم حرب، أسي قعد في سجن كوبر فترات وشاف الزل في سجن كوبر قال يودوه المحكمة الجنائية. ليه؟ لأنه المحكمة الجنائية ما فيها إعدام، لأنه المحكمة الجنائية هناك ترطيبة، ده يمشي يقعد في السجون السيراميك والحاجات الظريفة، الحفر بتاعت سجن كوبر عذبته. الجبهجية جبناء، الجبهجية المحرش، أنا لما المرة اللي فاتت قلت لكم المحرش ما بيكاتل، ما بتكلم ساي يا إخواننا. ولما إحنا نقول إنه ده تنظيم إرهابي، ده تنظيم إرهابي، بنثبت عبر ألف حاجة الكلام ده، بس طبعا المهاويز ديل شابكين الناس ان احنا والله، واس طبعا علي كرتي برضو قال الكلام ده، شابكين الناس والله احنا السلطه دي ما كنا باقين عليها، احنا والله تنازلنا. وطبعا ده احنا كنا الايامات دي يقول لك احنا والله تنازلنا عن السلطه دي بمزاجنا، ان احنا والله لو كنا عايزينها والله ما كان نخليها لكم. منو قال الكلام الفارغ ده؟ منو ودار تقنع منو بالكلام ده؟ يعني منو المفروض يقتنع بانه انتم سلمتوها كده على طبق؟ وين سلمتوها؟ وين انتم قاعدين تكتلوا في اولاد الناس لحد اخر لحظه وماسكينها كده باسنانكم، الناس قلعتها منكم قلع، اوعكم تحاولوا تغشوا نفسكم، لانه انا عارف انه انتم ممكن تكونوا مصدقين كذبه انه انتم تنازلتوا براكم في من اجل حقن الدماء، ولكن والله ما بعد ما بنتحمل يا اخي، ما تتحمل، هعمل الدار تعملوا اعلى ما في خيركم اركبوا، والسلطه دي كويس الشعب السوداني ده قلع منكم قلع كده قلع، رجال حمرة عين وزنديه، منو تنازلتوا له عن شنو؟ انتوا جيتوا عملتوا انقلاب بالليل خفية الساعة 2 صباحا كويس، عملتوا انقلاب سرقتوا سلطة الشعب سرقة، انتوا ناس حرامية، انتوا ناس لما الانتخابات كويس ما جابتكم في اعلى سلطة في البلد، وانا اتوقع انه لو كان جابتكم في اعلى سلطة ذاته سنة 86 برضو كان هتعملوا الانقلاب، ده دليل على الكلام اللي انا قلته وطلبت فيه مناظرة المرة اللي فاتت كويس، شايف في واحد من كوادرهم مرسل لي قال والله انا بناظرك في بنية البنية التنظيمية للحركة الإسلامية إنه فيها الحرية في البنية والديمقراطية، ما قالها خالص،
ما لانه ما مؤمنين بها اصلا. انتوا حتى لو كنتوا مؤمنين الديمقراطيه دي، حتى لو جابتكم بالانتخابات، انت هتعمل انقلاب لانه تنظيمك بنيته كده. ولسه انا بتحدى الناس ديل الديمقراطيه دي، جيبوا وراكم هل في ديمقراطيه في البنيه؟ اقول لك كلام في لايف ده، اسي زولكم ده نادو اسي انا بديه خليه يعمل جست، اسي انا بديه فرصه. زولكم ده مش هو النعمان؟ اسي انا بديه فرصه هنا ده، خليه يجي يتكلم لنا ويجيب لنا ورق دلائل براهين انه التنظيم بتاع الجبهة الإسلامية ده أو الحركة الإسلامية أو الأخوان المسلمين في البنية بتاعته في حاجة اسمها ديمقراطية، ولا في حرية، ولا في قبول للآخر، ولا في إيمان بالمسائل دي، ولا بالآليات بتاعت الديمقراطية. وخليك ناس، خليكم ناس صادقين، وتعال اقسم لنا بالله وقول الكلام ده. ده إذا اعترضنا أنه في زول فيكم مؤمن بالله سبحانه وتعالى والدين ده بالنسبة له ما أساسا مطية. فبالتالي أنت سنة 86 عملت انقلاب، جيت استلمت السلطه دي بسرقه، سرقه زول حرامي انت، انت زول حرامي سنه 89 قصدي، جيت قلبت بالليل استلمت السلطه زول حرامي، فضلت في السلطه دي عشان تدافع عن سلطتك دي. لما الشعب السوداني ده بيطلع في الشارع مليون مره، لما الناس اللي انت قلعت منهم السلطه كويس عارضوك رميتهم في السجن. وبعدين شوف انت بتتكلم عن الاحزاب السياسيه ومهيئ الشعب السوداني ضد الاحزاب السياسيه حتى لو كانت كعبه، انتوا شنو انتوا جمعيه ثقافيه؟ وبعدين الاحزاب السياسيه دي ما انت قلعت سلطتهم، انت عملت انقلاب ضد ناس فازوا بالاغلبيه زي الحزب الامه وحزب الامه والحزب الاتحاد الديمقراطي ديل، انت عملت انقلاب ضده ومسكت كادرهم رميته في السجن، والناس ديل بيناضلوا ضدك وسنين سنين سنين طويله، سنين طويله جدا جدا ما في زول ركن، انت بتدافع عن سلطتك باسنانك وبيدينك، انت ما تنازلت عن سلطه، انت قتلت الناس، الناس رفعت السلاح ضدك، كل الاشكال بتاعت الكفاح ضدك. وده الشيء بالمناسبه يعني فوق 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 يعني وسام فوق جبين ابناء الشعب السوداني، انه ابناء الشعب السوداني ما خلوك تتهنى بالسلطه 30 سنه كل اشكال. والله لو قعدنا نتكلم عن اشكال المعارضه اللي ظهرت لكم في خلال ال 30 سنه دي، اقسم بالله يمكن يكون ما مر يوم عمر البشير ده ما بيجي خش مكتبه مليون شكل من اشكال المعارضه ومن اشكال الرفض لكم، لانكم منبوذين اساسا، اساسا منبوذين. اشتغلتوا وسلطتوا موارد الدوله كلها، 50% من القروش اللي دخلها البترول ودخلتها موارد الشعب السوداني في البلد اللي اسمه السودان، 50% بعد ما سرقتوها ال 50% كلها وظفتوها عشان تحببوا فيكم الشعب السوداني، ما خليتوا صرف على قبائل، ما خليتوا صرف على ادارات اهليه، ما خليتوا صرف على سياسيين، ما خليتوا جهه ما عرضتوا لها انكم تشتروها. والله السودان ده اقسم بالله طوب الباغات الزي دي انتوا تكونوا فكرتوا تشتروها وصرفتوا فيها مليارات المليارات، صرفتوها وبددتوها عشان تحافظوا على سلطتكم. بعد ده كله، بعد ده كله كويس، ظليت اي شيء بيتعمل عملتوه، كان بالترهيب كان بالترغيب كويس، ده غير الكتل اللي قتلتوه لابناء الشعب السوداني، لغير القمع والتعذيب، بنيتوا اقوى جهاز امن واسفه واتفه جهاز امن في المنطقه، قايم على الخساسة والغدر والإجرام. صرفت عليه أكثر من 70% من ميزانية الدولة لمدة 30 سنة، ظليت تصرفوا فيه 70%، خليته كادر جهاز الأمن اللي المفروض يقمع ويحافظ على سلطتكم مستواه بعيد كل البعد من مستوى كل أبناء الشعب السوداني في الحياة وفي الرفاهية وفي ده كله عشان تحافظوا على سلطتكم خالص، ما عشان انتم متنازلين عن السلطة ولا عشان انتم اتنازلتوا. في 2013 في 2011 لما بدأ الشعب السوداني اول هبة له في احداث 30 يناير كويس، اول هبة له في احداث 30 يناير جن جنونكم واعتقلتوا اكثر من 3000 شاب وشابة سودانية، رميتوهم في المعتقلات وقعدتوا الناس بالشهور في المعتقلات. في 2012 في 2012 لما قامت الهبة الثانية لأبناء الشعب السوداني، قبضتوا الناس وخطيتوا الناس في السجون في المعتقلات في رمضان، صومتونا في رمضان كويس في المعتقلات بدون أدنى مقومات للحياة. لو سمحتوا عملوا لنا شير للفيديو ده وساعدونا بالشير، أنا عارف يمكن في ناس كتار قالوا لي الوقت ما مناسب في كورة وفي شنو وفي شنو، لكن أنا كنت عايز أقول الكلام ده. الحاجة الثالثة، ساعدونا بالشير لو سمحتوا يا شباب. الحاجة الثالثة، ما عايز اقول امانه في رقبتكم انه الفيديو ده تعملوا له شير عشان نساهم كلنا في حمايه بلدنا وحمايه ثورتنا دي يا اخواننا، ده اللي بنقدر عليه. لما قامت ثوره سبتمبر طلعتوا كويس المهاويس بتاعنكم وطلعتوا ناس اداره العمليات والجنجويد بتاعنكم، قتلوا ابناء الشعب السوداني، قتلوا ابناء الشعب السوداني اكثر من 250
شاب وشابة وطفل قتلتهم في أحداث سبتمبر، لحد هسه دماؤهم لم تجف. ما خليتوا إرهاب في الدنيا دي، ضربتوا بومبان جوا البيوت، اقتحمتوا حرمات البيوت، ولعتوا حرائق عديل جوا بيوت، والفيديوهات هذه قاعدة، كل الفيديوهات والله أنا جمعت عندي كمية كبيرة جدا من الفيديوهات اللي بتثبت مدى إرهاب هذه المنظومة الإرهابية المجرمة. تجي تقول لي احنا والله السلطة دي سلمناها بكل بساطة. بعد ده الشعب السوداني لما بدأ في ثورته الأخيرة وفي المعركة الأخيرة، في معركته الأخيرة، طبعا في حياتي في النص كثيرة ما قلتها، في 2016 العصيان المدني كرفر، انتم منو كنتوا بتخلوه؟ انتوا عشان تحموا نظامكم ده، جهاز الأمن ده كان لو في زول في شارع قال بتجي تقبضوه وتعتقلوه. نازلتوا عن السلطة لما قامت الثورة بتاعت سبتمبر ديسمبر دي. الشعب السوداني ده شغال معاكم كر وفر، وبتكتلوا في ابناء الشعب السوداني ست شهور صرفتوا ما صرفتوا، وقمعتوا ما قمعتوا، ما خليتوا زول حاين في الشارع، رسلتوا طياره خاصه قبطوني من هنا ده، ومشيتوا قبطوا واتقلبه من السعوديه، ده كله عشان بيكتب له سطرين ثلاثه وانا بقول لي كلمتين ثلاثه. ما خليتوا زول في السودان ما اعتقلتوه، ما خليتوا زول في الشارع ما اديتوا طلقه. اكثر من 300 شاب وشابه الان معوقين في حالات حرجه، في جزء منهم فقد يعني قدرته على انه يكون واقف على كرعينه، زي اللي قاعدين نسميه الشهيد الحي عمر الطيب، ربنا ان شاء الله يقومه بالعافيه. وكميه كبيره جدا من اللي اتضرب الطلق في بطونهم، ومن الناس اللي اتضرب الطلق في راسهم، من الناس اللي فقدوا اصابعهم، زي الشاب بتاع 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 ودنوباوي مش كده، المشى في الهند وتعال، كمية كبيرة. ده غير الناس اللي ماتوا، كويس، ده غير الناس اللي ماتوا، غير الجرائم اللي انتوا فضلتوا ترتكبوها سرا، لحد ما استمرت المظاهرات 6 شهور بتمقى مع الناس. بعد ذاك الاعداد الزايدة يوم 6 ابريل الناس دخلت القيادة العامة، وبعد ده كله انتوا جبتوا عمر البشير جاب قيادات وقال رشوا لي الناس دي، اقتلوا تلت الناس ديل وقيل نصهم، ودي فتوى قال هو عنده من الامام مالك. ده زول دي عمايل، زول متنازل عن السلطه. احمد هارون الاسي بيتكلم ده من الابيض، جايب كتايب الظل بتاعته، كويس، داير يجي يقتحم القياده العامه. وهذه في فيديوهات بتثبت انه انتم عندكم ناس حاولوا محاوله اقتحام القياده يوم 7 ابريل، يوم 8 ابريل، يوم 9 ابريل، في ده كله بتخشوا وبتكتلوا ناس وبتمشوا. دي عمايل بتاعت ناس متنازل عن السلطه، السلطه دي اتقلعت منكم كده حمره عين وزنديه، قلع شفت انا بس، لانكم تنظيم ارهابي فاشي فاسد، تنظيم ارهابي فاشي وفاسد. ولما نتكلم عن لجنه تفكيك التمكين، كويس، انا 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 عندي كم موضوع عايز اتكلم فيهم، لكن حقسمهم ما بين الليله وما بين بكره او بعد بكره. اتكلم عن مواضيع بتخص الحكومه والقوانين اللي اجيزت، لكن انا ما ادري ادخل الموضوع جوا موضوع، لكن خلوني اختم كلامي ده، وما عايز اطول الفيديو ده، خلوني اختم كلامي ده بس بالجزئيه بتاعت لجنه تفكيك التمكين وكلام الناس عن 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 عن, عن, عن الفصل اللي بيتم. شوفوا اسمعوا كلامي ده كويس يا اخوانا، عشان القصه ما يبقى فيها تدليس ويبقى فيها كذب، ويبقى فيها كذب. اذا الناس قدرت تجي تعمل في السودان ده مؤتمر، حمله، سموها واتبع، اثبتت، عشان القصه ما تبقى تعاطف وتقعد تتظارف ولينا ساي. اذا الناس قدرت تثبت انه تنظيم الجبهه الاسلاميه ده كادره بنيته، عذرا، كادره مربى على قبول الاخر، على الديمقراطيه، على الاقتناع بانه الحياه دي هي كده، انه الايام دول، انه يوم ليك ويوم عليك، وانه السلطه دي بيختار الشعب، بيختار من يمثله. اذا في قناعه زي دي ترسخت ما عندنا مشكله، بكره دي كلنا بنعمل حمله انه والله يا اخي اي زول ما ارتكب اي فساد او جريمه ما يشيلوه من وظيفته، حتى ده والله مواطن وكوز من حقه انه يكون شغال وما يشيلوه، يعني شنو ليه يشيلوا كيزان من النيابه وليه يشيلوا كيزان من القضاء، خلوهم ما دام هو دي وظيفه. لكن يا بني آدم أفهم إنه ده تنظيم كادره ما مقتنع، ما مربى، مقتنعين بأنه السلطة دي حقتهم أيا كان صغر حجمه وصغر وظيفته في الحتة اللي هو قاعد فيها، هيشتغل ضد الثورة. طيب المنطق شنو اللي بخليه تقول لي يا أخي لو ما فاسد تشيله ليه؟ المنطق شنو؟ ده زول بيكون قاعد في وظيفته وبيخرب، ليه؟ لأنه تنظيمه مديه تعليمات إنه أنت لازم تخرب، وده أسلوب قاعدين يشتغلوا بأي زول عارفه، لازم تخرب عشان ترجع السلطة تاني.
لازم تخرب عشان ترجع السلطة تاني، لازم تخرب عشان السلطة دي تمشي من الناس الآخرين اللي هم ما بيستحقوها، اللي هم ما خلفاء الله في الأرض. فده تنظيم عامل كده، كادر في أي مؤسسة هو قاعد فيها ما حيشتغل غير لأنه يخرب، لأنه هو بيفتكر إنه البلف اتقفل منه، بيفتكر إنه هم تنظيم مكانهم الطبيعي السلطة ومكان وامتيازات السلطة المشروعة والغير مشروعة. عشان الواحد يوم يكون قاعد في الحتة موظف صغير وتلقى عنده 3 عمارات، ما في زول يسأله، ما في زول يسأله، ما في زول يحاسبه. الناس دي يا اخواننا في خطورة كبيرة جدا على الثورة وعلى الشعب وعلى مستقبل انه نبني بلد وطني ديمقراطي في ظل وجود الناس دي في كل المؤسسات. الكلام ده عشان يعني ما تقعد تقول لي الناس دي لكن عمل شنو، انا لجنة التفكير التمكين دي نشان عليها يقول لك شاي تفصل الناس ليه؟ هو بالعكس، انا شايف انهم مقصرين جدا جدا مقصرين. ما في يا جماعه، انا شايف الحكومه دي كلها بلجنه تفكيك تمكين. واحده من مصايبنا الاساسيه انه الكيزان جبناء ما ضربوهم بيد من حديد من البدايه، انه لحد هسه نسبه تصفيه الانقاذ هو 10% بس. انا شايف الشغل ده 10% بس، لو ما كده الكيزان ده احنا عارفين انهم جبناء، ما كان بكورك والله. الناس دي لو ما كانوا متنفسين وماخدين راحتهم ما كان يتخلعوا القلعه. يا اخي تنظيم فلول بتاع التنظيم قامت ضده ثوره، تنظيم اخذ فرصه 30 سنه عمل اي شيء. النادل هم كان النادل حكموا 6 شهور واحنا ظلمناهم. النادل ما قعدوا 30 سنه اي شيء كعب عملوه، لانه كانوا مطمنين انه ما حيسلموها الا غير لعيسى، مش كانوا بيقولوا كده؟ فبالتالي هم ما كانوا قاعدين يعملوا الحياه الكعبه بالدس. عينك عينك، تنظيم حكم السودان 30 سنه وعمل اي شيء كعب. اكثر من كده، اكثر من كده محتاج شنو عشان الناس تكون مقتنعه تماما؟ يعني هسه انا ما اعرف الكيزان ديل بالنسبه لي انا، خليني انا ما لما نسمع اي كوز انا بالنسبه لي انا كيف ما انا عارف انه راسهم فاضي، انا فاهم انه اي كلام بيقول الكوز بضحك فيه يعني بكون بس خجلان له. لكن الاخرين، الاخرين خطاب الكيزان ده يعني لما تسمع يعني يقول شنو يعني بتسمع لنا لما يقعد يقول لك والله الفساد والناس جاعه. يا اخي تتكلم عن الفساد انت؟ يا اخي تتكلم عن الناس جاعه؟ يا اخي تتكلم يا اخي حكومه الثوره دي لو كانت شياطين انت 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 انت, انت شنو انت؟ ممكن تكون يا اخواننا كن انت خير بعد ذاك يتكلم عن عن المجرمين وعن الشرانيين، مش كده؟ ممكن تكون انت شراني ودار تتكلم عن الشرانيين ونحن نسمعك. ممكن تكون انت سيء ودار تتكلم عن السيئين ونحن نسمعك. انت ابقى خير اول، انت اثبت انه انت كويس، انت ما اثبت لي انك خير، انت حكمت 30 سنه كنت شرير، كنت جرائم، كنت السوء، كنت القتل، كنت اي شيء انت. فكيف انت دايرنا نجي لنا نسمع؟ يا بيات منطق، بيات منطق، انت اللي دار تقدم كلام كويس انت عايزنا احنا نسمعه. انت السوء ذاته، انت ما عملت حاجه صح اصلا لما حكمت البلد. انت ما عملت حاجه صح. انت من حتى بمنظوركم انتوا بينكم وبين نفسكم انتوا عارفين. فبالتالي كيف كيف واحد اللي يجي يقول لي والله يا اخي تنظيم زي تنظيم الجبهه الاسلاميه ده كادره يخلوه قاعد. يا اخي ده بنيته وتربيته كادره مقتنع بشنو؟ ما يخلوه قاعد. ده ما يخلوه قاعد، ده الناس جبن. انا قاعد اقول الكلام ده انه الناس ديل زمان لما كانوا بكوركو وبيحتموا بالسلطه، ولما احنا المره فاتت انا قلت لك برضه لما بنتكلم عن انهم جروا في زول بيقول لي يا اخي ده انه زول اعزل جوه الشرطه لازم يجري. انا ما عارف الكلام ده، واحنا ذاتنا دقنا الحاجات دي قبل كده، عارف احساس انك انت تكون اعزل وتيجي الشرطه تدقك دي حاجه حاره. لكن السؤال انا دايرهم يتعلموا، هم ما كانوا بيعملوا كده في الناس لما كانوا في السلطه؟ ما كانوا هم بيوزوا لنا وكان بيجوا براكبين البكاسي يدقوا الناس؟ ليه هم هسي حاليا بقت لهم حاره ويتكلموا عن انه ليه؟ انت الشيء اللي بتعمله من حفر حفره لاخيه لابد ان يقع فيه، انت الشيء اللي عملته بتعمله بايدك بيغلب اجاويدك، انتوا الشيء اللي عملتوه للناس ليه ما دارين تضوقوه؟ ده ما وده ما موضوعي الاساسي، انا موضوعي الاساسي انه هم تركيبتهم عشان ما يقعدوا يكذبوا على الناس احنا المكحلين بالشطه، هم جبناء، هم جبناء، هم الاصل فيهم الجبن. احنا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت لما كان ما عندنا السلطه كنا قاعدين نواجه ونتكلم وبنكون عارفين مصيرنا، والله الواحد فينا كان بيجي اقسم بالله في الجامعه دي كان بيجي بيتكلم في ركن بيكون شايف البوكسي واقف برا هناك لو هو خاشي، وبعد ده كله بنجي نقول طز في عمر البشير وبنطلع نمشي ننتظر البوكسي برا. كل الشباب السودانيين الناضلوا ضد الانقاذ دي كانت عشان كده اي انسان وقف ضد الظلم ده طبيعي انه يقدر يتغلب على الخوف ويكون شجاع، لكن اي انسان خانع تماهى مع الظلم اصلا دي واحده من شيم الجبناء، انك انت تدعم ظالم وتكون في صف ظالم وتكون في صف مفتري وجبار اصلا دي لو مشوا حللوا تفاصيلك هيعرفوا انه انت انسان تركيبتك جبان. فبالتالي ما في انسان في الدنيا دي بيقف مع الظلم بيكون شجاع. الشجعان الشجاعه دي يا اخواننا طول عمرها بتتماشى مع الصفات النبيله الثانيه،
الشجاع ده بالضرورة إنسان بيكون واقف مع الحق، بيقدر يدعم الحق، مش كده؟ فبالتالي يا إخواننا عشان ما نضيع وقتنا ووقتكم كويس، في حاجات أساسية يمكن ده أول الغص، المشروع بتاع إنه تنظيم الجبهة الإسلامية تنظيم إرهابي لحد ما نصل لإنه كل السودان يتكلم عن الموضوع وإنه الحكومة تتبنى المشروع ده، سنظلنا واصل في الخضة وما حنقيف. ودي كانت جرعة أولية وفيديو أولي، إن شاء الله بكرة بعد بكرة حتتوالى الفيديوهات في الموضوع ده وفي مواضيع كثيرة جدا، وحنجيب فيديوهات وحنقدم دلائل وألف حاجة تثبت القصة دي. سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثلة للضوء أو متنا على سطح الجدار. ساعدونا بالشير قبل ما أختم، ساعدونا بالشير إنه الفيديو ده يصل كل الناس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.